على غرار الجيوش العصريه وضعت مؤسستنا استراتيجيه اتصاليه تقوم على مبدا الانفتاح على مجتمعنا المدني باعداد مخطط عام للاتصال وفي هذا الاطار برمجت عده تظاهرات لمختلف القوات عبر الوطن كتظاهرت كالتظاهره المنظمه اليوم والتي ينبغي ان تشجع الاتصال الجواري والتقرب من المواطنين للسماح لهم بالاطلاع على جزء من الوسائل والامكانيات الرياضيه الموجوده بالجيش الوطني الشعبي